النهارده معانا المرسيدس السي 200 الدبليو 204 2013. حسين صاحب العربيه عايز يشوف ادائها على الشارع عامل ايه وتقييم كده كامل طبعا، واكيد هنعمل تجربه التسارع. يلا بينا. قبل ما نتفرج على العرض ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيه، وادخل على انستجرام كمان لو عايز تعرف كواليس القناه. ال W204 طلعت في 2008 ودي الفيس ليفت بتاعه 2013. العربيه موتورها 1800 سي سي تيربو بيولد 184 حصان و280 نيوتن متر من العزم، واصلين على نقل الحركه 7 جي ترونيك. تعليق العربيه طبعا ماكفيرسون امامي والخلفي مالتي لينك منفصل. العجل برضو في العربيه هنا ستاجرد، يعني الكاوتش الامامي عرض والكاوتش الخلفي اعرض منه لان طبعا العربيه دفع خلفي. من جوه العربيه برضو فيها لمسات حلوه قوي اللي بيسموه البورسلين وايت، اللي هو بيانو وايت كده، بس هم هنا مسمينه بورسلين وايت. بصوا لونه مميز قوي هنا وهنا، وفيها الجزء الوسطاني ديجيتال، وانا مولع التكييف. طبعا فيها شاشه صغيره، تنسوش ان ده فرق جيل كبير، ولكن بصوا على البورسلين وايت اللي هو البورسلين الابيض، شكله حلو جدا. ها يا حسين. اه يا ماجد، ازيك؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ كله فل. احكي لنا انت متطعم يا حسين؟ اه الحمد لله. اوكي تمام. استرازينيكا وانا كمان. طيب 100 100. طب احكي لي سي جي اي دي معناها ايه؟ لحظة واحدة نشرح. سي جي اي يعني charged gasoline injection. يعني ايه الكلام ده؟ يعني موتور مشحون، يعني تيربو من الاخر، تيربو تشارج. بس مرسيدس حبوا يتفزلكوا ويدوا لها اسم كده مجعلص شوية. بس هي سي 200 1800 تيربو سي جي، انا حافظها كده من امبارح. انت عندك بسواس قهري يا حسين، واضح جدا عندك او سي دي، والعربية زي الفل ما شاء الله. حاجة أنا أقدرها، لأن أنا عندي مش قهري بس عندي وسواس، اللي هو يعني برضه أحب كل حاجة تبقى مترتبة وكل حاجة تبقى نظيفة قوي قوي. مش مشكلة العربية من بره ما تبقاش نظيفة عشان مش هقدر أسيطر عليها، لكن من جوه لازم تلمع. أه طيب، الموتور ال 1800 التيربو اللي كان بيطلع بكذا طعم، يا سي 200 يا 250، وال 250 بيطلع 204 حصان، وهنا بيطلع 184. يعني معمول له داون جريد صغير، غالبا اي سي يو داون جريد عشان يعني يقدروا يبيعوا فئات وكلام من ده. فئات وكلام من ده. اول حاجه ممكن نتكلم عليها صوت الهواء حوالين العربيه. لا، في شويه صوت عند ال 140 150 مش قليل. هحطها لكم في سبورت كمان ونطفي الايكو. نقل الحركه 7 جي ترونيك، مستجيب كويس. وبتاخد الملف حلو العربيه. طبعا هنحكم برضو على عزل الهواء في الطريق المعاكس واحنا راجعين. هنا احنا في وش الهواء فدايما الصوت بيبقى اعلى شويه. ناخد الناحيه الثانيه ونحكم احسن كمان على عزل الهواء. تكييف العربيه مش اجمد حاجه فيها، يعني الجيل ده ما كانش كويس قوي، اللي بعده اتحسن، اللي بعده افضل شويه. وصوته عالي شويه، ومش يعني مش بيدي باور قد صوته. ولكن هو مقبول، يعني مقبول بالظبط. هو واحده من الحاجات انه الاوروبيين عامه ما يعرفوش التكييف، يعني التكييف بالنسبه لهم بدعه، هم عمرهم ما بيحتاجوه. في الياباني اكتر. طبعا، لان جوهم رطب وطول عمرهم بيعملوا ديفلوبمنت للتكييفات في الصيف، فالديفلوبمنت بتاعهم للتكييف اتحسن عن الاوروبي اللي بالنسبه له يعني الصيف 16 مش محتاج تكييف. العربيه موزونه حلو، ويعني ثبات العربيه حلو قوي طبعا. والعزل دلوقتي هنشوف عكس الاتجاه المعاكس للطريق الثاني اللي هو المفروض الهواء بقى المره دي في ظهرنا، هنشوف العزل هيحصل فيه ايه.
بالنسبة للستيرينج ويل ودقتها زي كل عربيات مرسيدس، ما هياش حد زي بي ام دبليو خالص. ولكن هنا مش الكتريك باور ستيرينج، هي يمكن هاف الكتريك، لو اسيستد يعني مش كومبليت الكتريك. فبيبقى يعني احساسه طبيعي اكتر. الكهرباء بيبقى يا اما بيتقل قوي يا اما بيبقى خفيف قوي. بالظبط، وما بتاخدش منه فيدباك. ده انت واخد منه فيدباك كويس من الارض، انت عارف العربيه بتعمل ايه على الارض. نجرب داون شيفت. يعني عزل الهواء لغايه ال 150 مقبول قوي. بعد ال 150 بتبتدي تسمع اصوات كتيره، لكن الموتور ده حلو واستجابته حلوه مع الجير بوكس. وعلى الملفات ثابته تمام برضو حتى مع الفرامل. طبعا مرسيدس يا جماعه برضو، يعني انا مش عارف حاجات بقولها لكم ليه. العربيه ثابته قوي، فراملها كويسه كمان قوي. عجله القياده هي اللي مش رياضيه في طبعها، وهتسامحك يعني لحد كبير، لكن مش رياضيه قوي. السرعة برضو الفرامل على الملف هايلة. التكييف مؤثر على العربية تماما. الحر كمان؟ لا، انا حاسس اللود بتاع التكييف يعني محمل على العربية شوية. طبعا بتسمع صوت الموتور شوية، وصوته حلو على فكرة الموتور. كنت عايزة بادل شيفتر في العربية دي. الشاسيه كله على بعضه حلو قوي عامه، موزون، وزنه حلوه كلها يعني لحد كبير. نيوترال، ما هواش لا بي اندر ولا بي اوفر ستير. الشاسيه وزنته حلوه، او توزيع الوزن كمان في العربيه دي حلوه قوي. طيب تعالوا نشوف التصارع هتعمل ايه من 0 ل 100. يا ترى هتعمل ايه؟ انا بقول 9، حدود التسعة تفتكر؟ بقول ما بين 8 و9، بس يعني ما بين 8 و9. النص الثاني من 8. النص الثاني من 8، ماشي، تعال نجرب. احسن رقم جبته كان 9.18، هل هحسن ولا لا؟ هي برضه في كده ديلي ما بين الثاني والثالث شويه، لما الموتور بيتضغط عليه بتاخد راحتها شويه. قافل الثبات الالكتروني وكله تمام، وقافل التكييف، وندي لها شويه بريك بوست. بكتير 9 8 8 29، انا اسف.
كده السرعة القصوى كام؟ بنحاول بالكم العداد مش مفارق قوي عن دراجي الماني برضو دقيق، لكن العربية ثابتة جدا على الطريق. اوكي حسين، العربية بتجري حلو، 8-29 رقم حلو جدا ليها قوي، يعني بالذات ان العربية عاملة كام؟ 150 ألف. مرسيدس برضو ما بيهزروش. ده الحركة هو ساعات اللي بيتلغبط شوية، او مش بيتلغبط كده يعني، في شوية تجليات صغيرة، لاج بسيط، لاج، وساعات كمان ايه هو بيتلغبط شوية. هما ال 7 جي ترونيك وال 9 جي ترونيك الاثنين فيهم العدة دي ساعات كده ممكن يبقوا في تردد كمان، يعني هو مش عارف يتصرف ازاي. لكن لما بتحطها في سبورتس مود العربية بتجري بوضوح، يعني 8-29 ده رقم هايل، والعربية اعتقد فيها لغاية 240-250 مستريح، يعني فيها 200 لحد 250 يعني نزلت، يعني اول ما شفت الرقم ده ما كملتش بعدها يعني. اوكي، لا هي فيها عربية بتجري تمام يعني، وثابتة جدا، والشاسيه موزون قوي. اكتر حاجة عجبتني ان هو لا في اندر ستير ولا اوفر ستير، مظبوط قوي على الملفات، ما تحسش انها عايزة لا اوفر ستير ولا اندر ستير، موزونة يعني، توزيع الوزن حلو في العربية دي. عجلة القيادة هي الاعتراض الصغير شوية، انها مش زي بتوع بي ام دبليو، مش بوضوح بي ام دبليو، مش بحدة بي ام دبليو، ولكن عندك رود فيدباك مش قليل برضو من العربية، عزل الصوت لغاية 150-160 اوكي، بعد كده بيتدهور. غير كده مطلقا عربية جميلة وثابتة جدا وفراملها هايلة، احسن من بي ام دبليو الاف 30 لو هقارن يعني، فراملها هايله وثابته جدا على الارض، مفيش اي حاجه تتقال غير كده. احكي لنا انت العربيه كلفتك، انت مش فيرست يوزر، انت يوزر تاني، سكند يوزر، انت بتعمل لها صيانه بره منظومه مرسيدس صح؟ مش بعمل في التوكيل، هي الفيرست يوزر كان بيساين في التوكيل بانتظام. انا خدت العربيه رحت لحد يعني معرفه بيعمل صيانات يعني شبه زي في التوكيل تقريباً. هو كان في التوكيل انا عارف بتتكلم على مين، انا عارف هو بيفهم قوي، بيفهم جدا والناس كلها بتثق فيه يعني، صح. بس انا احنا مجربينه على فكره عشان تبقى برضه، هو يعني صديقي كمان يعني، طب غير انه بيصلح العربيه هو صاحبي يعني. طب كويس، فبجيب له الحاجات اوريجينالي من التوكيل اوريجينال وبيركبها. يعني هو انا بروح اشتري من التوكيل واروح عنده. وعنده عربيات حديثه ولا عنده عربيات حديثه ولا عنده عربيات؟ اخر مره كنت عنده كنت يعني الونش اللي جنبي ايه موديل اللي هو دبليو 213 اللي هي 2017 الجديده. اوكي الجديده قبل الفيس ليفت. قبل الفيس ليفت. طيب هو يعني لغايه دلوقتي هي مش مكلفاك كتير، وانت واضح ان انت موسوس، فكمان بتاخد بالك من حاجتك. انا غيرت التيل اول ما جبت العربيه وهو كان لسه فيه اكتر من نص، غيرت حاجات كتير، سيور كان لسه فيها ما باظتش، بس عشان اسافر بالعربيه تبقى اون ذا سبوت يعني، عربيه ضامنها انه اسافر وانت مستريح. بالظبط. برافو، احب العقليه دي. طيب حسين، ثانك يو فور ذا اكسبيرينس، عربيه حلوه قوي، مميزه ونظيفه جدا ولايقه مع شخصيتك كمان، بالسيراميك وايت اللي جوه المعادله. انا اتشرفت والله النهارده بحضرتك انا اكتر، انا من زمان والله، من اول من بدايه القناه نفسي يعني ان انا. طيب احنا القناه دايما بعمل اصدقاء القناه واطلع ونعمل ريفيو كده. اي حد عنده عربيه انا عمري ما بقول لا يعني، كله موجود، كله موجود. ثانك يو. لو عجبكم الكلام ده اشكره هو حسين، واعملوا لايك وسبسكرايب، وما تنسوش تخشوا على انستجرام عشان تشوفوا كواليس التصوير. باي باي. وبكده تبقى وصلت لاخر الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك، الاشتراك ببلاش، وممكن كمان تدخل تتفرج على بقيه الفيديوهات الموجوده عليها. معلش يا جماعة، بصوا على الوسواس الاو سي ديز اللي عند حسين، بصوا الحتة دي. أنا شخصيا بحب أوي الناس المنظمة، لكن بصوا الفوطة مطبقة ازاي، بتثبت يعني، مثبتني في التطبيقة دي، وكل حاجة في مكانها بالظبط، حتى دول في مكانهم بالظبط، وعنده العدة حاططها بالظبط تمام، والاير فريشنر حاطط واحد جوه العربية. حسين برافو يا حسين.